قصة ستجعلك تبطل التدخين. نعم، لا تستغرب من العنوان. جاء شخص إلى الشيخ فسأله: يا شيخ، قد أقلعت عن كل شيء يغضب ربي إلا التدخين. فقال له الشيخ: هل تريد أن تتوب عنه؟ قال: والله يا شيخ، حاولت بكل الطرق فلا أستطيع. فقال له: بعد كل سيجارة تدخنها قم وتوضأ حتى لو كنت على وضوءك، ثم صل ركعتين لله. وجاء إليه هذا الشخص بعد فترة وهو يضحك، فقال له الشيخ: ما يضحكك يا أخي؟ فقال له الشخص: رغم أنني كنت أدخن 30 سيجارة يوميا، إلا أنه في اليوم الأول مع كل سيجارة أريد إشعالها كان الشيطان يوسوس لي قائلا: مش لازم يا أخي، لسه تقوم وتتوضأ وتصلي كمان. لا 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 لا، فدخنت 5 سجائر بدلا من 30. في اليوم الثاني 3 سجائر، واكتمل الأسبوع وأنا قد أقلعت عنها نهائيا. فقال له الشيخ: والله لم أكن أتخيل أنها قد تنفع مع التدخين، إذن مع كل سيجارة ركعتان. اللهم لك الحمد ملء الأرض والسماوات، ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعد. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك وشارك الفيديو.